مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من كلام في الميديا. إن شاء الله النهاردة عندنا أخبار مهمة جدا، سواء أخبار بتخص النادي الأهلي كالعادة وأخبار محلية وكمان أخبار عالمية كثيرة جدا هنتكلم فيها على مدار حلقة النهاردة. خليني أقول لكم إن ضيفي العزيز اللي هينورني وشرفني في الاستوديو النهاردة صديقي العزيز الأستاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريدة الفجر، هيكون أو هتكون فقرة مهمة جدا، فقرة حوارية شيقة جدا، هنتكلم في ملفات عديدة جدا إن شاء الله في الجزء الثاني من حلقة اليوم. عندنا كلام كتير قوي هنركز فيه مع بعض، بس خلينا قبل ما نبتدي العناوين الرئيسية الخاصة بالحلقة، خليني أقول لحضراتكم تابعوا الحلقة النهاردة كويس جدا جدا، لأن وارد في أي لحظة على مدار الحلقة كده نعلن عن خبر سعيد لجمهور النادي الأهلي، وارد الأمور بس تخلص بشكل رسمي، مش هقول بخصوص مين، ممكن حضراتكم تكونوا متابعين وعارفين يعني، لكن وارد إن احنا نعلن عن شيء رسمي بيخص النادي الأهلي على مدار حلقة اليوم، يعني على مدار دقائق ساعات قليلة جدا جدا ممكن يكون في خبر سعيد إن شاء الله بإذن الله بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان. دايما قناة النادي الأهلي ما بتعلنش عن حاجة غير لما بتخلص بشكل رسمي أيا كانت إيه الحقيقة هي الحاجة دي، يعني احنا مش بنقول على شيء معين، لكن تابعوا المهم الحلقة النهاردة عشان ممكن يكون فيه جديد. نتمنى دايما كل التوفيق للنادي الأهلي في كل الأمور اللي بيمشي فيها المسؤولين في النادي الأهلي بخصوص الفريق الأول لكرة القدم، كل الفرق داخل القلعة الحمراء، كل الأمور الإدارية الإنشائية، أي حاجة بتخص النادي الأهلي دايما نتمنى نجاح المسؤولين في إتمامها إن شاء الله بشكل جيد، خصوصا ان الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله النادي الاهلي على مقبل على تحديات مهمه. حسمت طبعا بطوله الدوري بشكل جيد جدا في الامطار الاخيره، فوز على نادي المقاولين وحسم البطوله، وكمان فوز على نادي الزمالك بنتيجه 1-0، وفرحه كانت كبيره بالنسبه لجمهور النادي الاهلي باللقب نفسه، لان فعلا اللقب المره دي او السنه دي غالي جدا، وكان الكلام دايما عن النادي الاهلي كلام كتير، واحنا على مدار الحلقات اللي فاتت اتكلمنا في كل هذه الامور، لكن في ناس دايما لسه بتتكلم عن ان الدوري الاهلي فاز بيه ازاي. مش هتعرف الاهلي فاز بالدوري ازاي لان انت ما مش ملم بكل الامور الخاصه بلعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني، وما عندكش نفس الاصرار اللي عند الاهلاويه. الاهلاويه عندهم اصرار مختلف، اللاعبين، الجهاز الفني، المشجعين نفسهم واثقين جدا جدا في فرقتهم ان هم يقدروا يرجعوا في اي بطوله في اي وقت ممكن، سواء خلال مباراه خلال 90 دقيقه او خلال موسم بشكل كامل. طبيعي جدا ان انت ما تامنش للنادي الاهلي لحد اخر لحظه، سواء في منافسه على المباراه نفسها او في منافسه على اللقب. فما بالك ان منافسه على اللقب كان النادي الاهلي تعرض لضغوط كبيره جدا جدا خلال بطوله الدوري من البدايه، وفي نفس الوقت كمان أقاويل كتيرة ومباريات خارج الملعب حدثت، وأكيد حضراتكم كمان كنتم متابعين. في نفس الوقت شيء جيد جدا النادي الأهلي ينجح في النهاية إن هو يضحك إزاي بالفوز ببطولة الدوري، وده كان شيء مهم وكان شيء أساسي جدا جدا بالنسبة لجمهور النادي الأهلي وبالنسبة للجهاز الفني واللاعبين، والنتيجة اتحققت في النهاية وقدر النادي الأهلي أن هو يفوز ببطولة الدوري. عندنا كلام كتير جدا هنكمله بعد الفاصل، يلا بينا. طيب قبل الفاصل كان عندنا كلام كتير، وفيما يتعلق بان البعض مش مصدق النادي الاهلي حتى الان حتى هذه اللحظه ان هو فاز ببطوله الدوري، فلا صدق ان الاهلي فاز ببطوله الدوري، لان النادي الاهلي دايما بيقدر ان هو يحسم اي لقب ايا كانت الظروف سواء خارج الملعب او داخل الملعب اللي ممكن يمر بيها على مدار الموسم. فحق كل جمهور النادي الاهلي انه يستمر في الفرحه حتى موعد ان شاء الله عوده الفريق للتدريبات قبل الاستعداد للمباراه الافريقيه المقبله. طيب بما اننا لسه مستمرين في الفرحه، خلينا نستضيف على الهاتف نجم كبير جدا من نجوم النادي الاهلي واللي كان ليهم تاثير كبير على مدار الموسم بشكل كامل، وهو الكابتن محمد هاني. يا كابتن هاني مساء الفل عليك. مساء الفل يا امير محترم حبيب. ويعني ببص على كل الناس وحشني والله. انت وحشنا اكتر يا هاني، واحنا سعداء بيك جدا جدا كاهلاويه طبعا، لان انت عملت موسم اكثر من رائع وقدرت ان انت تساهم بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي بالفوز ببطوله الدوري الصعبه، وفي نفس الوقت عايز ابارك لك طبعا على هذا اللقب الكبير. والله يا امير اول حاجه طبعا عايز احمد ربنا طبعا على الدوري اللي طعمه مختلف يعني السنه دي،
عايز اشكر كل الناس اللي وقفت في ظهرنا كلنا، وعايز اشكر الجماهير طبعا، يعني اللي هي الناس يعني استحملونا في حاجات كتير، وناس واقفه جنبنا على طول، واحنا يعني على قد ما نقدر بنحاول ان احنا ندي اقصى حاجه عندنا في الملعب عشان نفرح الناس دي كلها. يعني احنا يعني دورنا ان احنا نسعد الناس دي كلها، يعني جماهير النادي الاهلي بالذات يعني ليها طعم مختلف. يعني اكيد عشتوا لحظات يعني الحمد لله طبعا على كل شيء، و يعني الدوري مهم جدا يعني الحمد لله. عشتوا لحظات الموسم ازاي يا هاني، خصوصا ان انتم مريتوا بعقبات كتير جدا وصعوبات كتير على مدار الموسم، سواء فيما يتعلق بالاصابات، ضغط المباريات، اللحظات دي كلها قدرتوا ان انتم تتغلبوا عليها ازاي، وانتم كلامكم مع بعض كلعيبه كان عباره عن ايه في التوقيت ده؟ بص يا امير، يعني لعيبه النادي الاهلي دايما محطوطه في مواقف صعبه، وانت عارف كده كويس فعلا. يعني دايما بتتحط في مواقف يعني اللي هو انت لازم تكسب مثلا الماتش ده عشان نعدي، ولازم مش عارف، فاحنا دايما كل ماتش لينا بيبقى موقف صعب، فاحنا دايما اللعيبه الكبيره بصراحه يعني بنلم بعض بنلم بعض بنتكلم كلنا مع بعض ان احنا في فتره مهمه جدا لازم نكسب الماتشات اللي جايه لنا دي. فيعني الدوري ده كان طويل جدا، وكان فيه منافسين، ناس كتير عايزه توقعك، وناس كتير عايزه تخلي شكلك وحش، وعايزه تقلل منك، لكن انت الحمد لله اشتغلت وعملت اللي عليك، وكله بتوفيق ربنا يعني الحمد لله. بس انت لازم بتشتغل ولازم بتتعب عشان ربنا يديك في الاخر. الحمد لله احنا اشتغلنا وتعبنا وضحينا بحاجات كتير طول السنه عشان خاطر ان احنا ربنا يكرمنا. الحمد لله ربنا ما ضيعش تعبنا، وكان دوري يعني دوري مهم جدا بالنسبه لنا بصراحه، يعني انا شايف كده. فالحمد لله يعني. انت على البحر ولا ايه يا هاني؟ انا بصراحه اجازه. لا حقك طبعا، لازم تاخد قسط من الراحه كافي عشان ان شاء الله ترجعوا تتمرنوا وتجيبوا لنا بقى بطوله دوري ابطال افريقيا دي اللي جمهور النادي الاهلي اكيد مستنيها. لكن برضو عايز اسالك، اصعب فترة انتم مريتوا بيها على مدار الموسم بالتحديد فيما يتعلق ببطولة الدوري كلاعيبة النادي الاهلي، كانت ايه انهي افضل او اصعب لحظة مريتوا بيها يعني؟ بص، هي اصعب فترة امير اللي هي كنا مضغوطين جدا، ان احنا كان بقالنا كتير بنلعب في افريقيا وكده، فكان عندنا فترات وقف كتير. فاحنا كنا مركزنا في الدوري كان مركزنا وحش قوي يعني، مش يعني بس غصب عننا عشان احنا ما كناش بنلعب، كنا الاخير. صح صح، فدي كانت فترة صعبة جدا، ان احنا كنا أول حاجة بنلعب كل ثلاث أيام، فالموضوع ده كان صعب جدا ومجهد على اللعيبة كلها، وفي نفس الوقت أنت لازم تاخد كل النقط اللي بتاعت الماتشات دي كلها عشان هي دي اللي هتفرق معاك وهتطلعك. بس فيعني الحمد لله ربنا، احنا زي ما قلت لك احنا تعبنا وضحينا بحاجات كتير عشان ربنا يكافئنا بحاجات دي في الآخر، والحمد لله حصل يعني. فعلا. طيب هاني، بالتحديد اخر مباراتين في بطوله الدوري هما كانوا ماتشين حاسمين جدا، سواء مباراه المقاولين ودي حسمت اللقب بشكل كامل، فبالتالي جمهور النادي الاهلي فرح، وانتوا كلاعيبه وجهاز فني فرحتوا جدا، ازاي قدرتوا ان انتوا تفصلوا ما بين فرحه الفوز ببطوله الدوري واهميه الفوز على نادي كبير زي نادي الزمالك، وفعلا الهدف اتحقق في الاثنين، خدت الدوري وكمان كسبت نادي الزمالك؟ بص، احنا دايما يعني بنحط الاهداف بتاعتنا بالترتيب، يعني احنا كان اول هدف بالنسبه لنا واول خطوه ان انت تكسب ماتش المقاولين ده عشان تبقى انت بطل الدوري. يعني ده كان الماتش ده بكل تعب السنه، انت طبعا لازم تبقى مركز، وانت شفت الماتش احنا يعني فعلا من احسن ماتشاتنا في الدوري المقاولين ده، كل اللعيبه ال 11 لعيب نازلين عندهم حماس في كل كوره، في كل ضغطه، في كل باصه، ان انت يعني ماتش احنا لازم ننزل نكسب، لازم ننزل يا جماعه نخلص. واديك شفت يعني الحمد لله اللعيبه كلها ما شاء الله يعني كانوا كويسين جدا جدا يعني. فالحمد لله خلصنا الموضوع ده، بقينا ابطال الدوري. كان في بقى الخطوه الثانيه ان انت بتلاعب الزمالك، فريق كبير، فريق بينافسك على طول، وجماهير الاهلي لازم ان انت تكسب الماتش ده، احنا يعني متعودين على كده من وانا صغير، وانا بتفرج على الاهلي والزمالك انا متعود ان الاهلي لازم هو اللي يكسب. بس فالحمد لله يعني باذن ربنا كرم الحمد لله. فبس الحمد لله. طيب اخر مباراه الزمالك في اخرها كده جالك اصابه، الاصابه عباره عن ايه، وهل ان شاء الله تنزل تدريبات على طول من يوم الجمعه؟ معايا هاني؟
معلش يا نيد، ولا يهمك. بقول لك اخر مباراه الزمالك كده جالك اصابه، الاصابه كانت عباره عن ايه؟ وهل هتنزل تدريبات بشكل طبيعي من يوم الجمعه ان شاء الله؟ لا يا الحمد لله خفيفه يعني، كانت الضمه تقول بس كده خفيف في اخر الماتش، قلت يعني ما اطلعش ما تزيدش بس او كده، الحمد لله بسيطه يعني ان شاء الله. طيب الحمد لله. فيما يتعلق بقى بالمنتخب يا محمد، وبالتحديد الناس كتير كانت متوقعه ان محمد هاني هيكون متواجد مع منتخب مصر في بطوله الامم الافريقيه، هل انت زعلت او صدمت ان انت ما كنتش متواجد في القائمه الخاصه بمنتخب مصر؟ بص هو طبعا طبيعي ان انا اتضايقت وزعلت، ان انا كان نفسي طبعا ان انا ابقى موجود في بمثل بلدي، دي يعني حاجه تشرف اي واحد كان يعني نفسه ان هو يبقى ينول الشرف ده ان هو يمثل منتخب مصر. بس خلاص يعني العجله بتمشي يعني، خلاص ما في اختيارات. بس كانت مفاجاه بالنسبه لك؟ والله انا يعني مش موضوع مفاجاه، بس انا كنت اتمنى يعني كنت اتمنى طبعا ان انا ابقى موجود. كويس. بس سايبها على ربنا، مش موجود خلاص يعني. اه طبعا كان في ان انا كان نفسي او اتضايقت شويه، بس خلاص العجله مشيت ولعبنا ماتشات بعديها، والاهم الهدف بتاعك اللي احنا حققناه ده، هو ده كان هدف خلاص، موضوع المنتخب خلص. هدفنا بقى عملنا فتره اعداد كويسه جدا في اسبانيا عشان الماتشين دول، والحمد لله يعني زي ما قلت لك. طيب اخر سؤال، مش عايز اعطلك عشان تقضي اجازتك براحتك، بالتحديد فيما يتعلق بالنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، الرساله اللي انت حابب تقولها لهم ايه؟ وبالتحديد فيما يتعلق ببطوله دوري ابطال افريقيا اللي هتبتدي، وانت عارف كويس يا هاني انت وزمايلك في الفريق ان دي بطوله وحشه جدا جدا جمهور النادي الاهلي. بص يعني احنا كلاعيبه والله احنا نفسينا في البطوله دي جدا جدا جدا، انا واحد من نفسي ان انا اخد البطوله دي، واحنا زي يعني طبيعي ان الاهلي دايما بيبقى موجود في البطوله دي ودايما بينافس، احنا وصلنا سنتين نهائي وربنا ما قررش يعني ان احنا نكسب ماتشين النهائي. بس يعني انا عايز اقول لك والله لعيبه كلنا نفسنا في البطوله دي، كلنا مركزين في البطوله دي جدا، ونفسنا ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله دي، بطوله يعني وحشانا وحشه الناس كلها، انا ما خدتهاش قبل كده، فنفسي ان انا احققها وان شاء الله احققها يعني باذن الله، بس ان انا حاسس ان انا احققها قريب باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هدفنا طبعا كده كده كل البطولات احنا بنفكر فيها، وكل البطولات يعني لازم ان احنا ناخدها، بس بطوله افريقيا دي مهمه جدا جدا، وان شاء الله يا رب يعني تبقى مكسب السنه باذن الله. ان شاء الله. انا بشكرك يا هاني، شكرا جزيلا، واسيبك بقى تستمتع بوقتك، وان شاء الله تعود للتدريبات مع النادي الاهلي بدايه من يوم الجمعه. نجم النادي الاهلي واحد ابرز لاعبيه هذا الموسم محمد هاني، ولاعيب كان مؤثر جدا جدا في الظهير الايمن، طبعا معاه احمد فتحي وباسم علي في نفس المركز يعني، لكن كان مؤثر جدا في الحقيقه محمد هاني، وكان معانا على الهاتف في مداخله مهمه جدا، وكان في الحقيقه عندنا اسئله اكتر من كده بكتير، لكن مش عايزين يعني نعطله على قضاء وقت واجازه سعيده طبعا قبل العوده للتدريبات. دي كانت مداخله مهمه واستمرار لفرحه النادي الاهلي وجمهوره ولاعبيه وجهازه الفني بعد الفوز بهذا اللقب الغالي والاصعب في تاريخ النادي الاهلي، بالتحديد في بطوله الدوري الممتاز. ندخل بقى في عناوين حلقتنا النهارده، يلا بينا. الاهلي يرسل القائمه الافريقيه للكاف اليوم. عبد الحفيظ: جماهير الاهلي خلدت اسطوره روح الفانيلا الحمراء. مشاورات بين اتحاد الكره والاهلي لتحديد موعد احتفاليه الدوري. اتحاد الكره يدرس تقديم مواعيد مباريات الكاس بسبب الاجنده الدوليه. فيفا يخاطب الجبلايه لتشكيل لجنه فض المنازعات. نجم ريال مدريد يدعم محمد صلاح. ومتفجرات في سيارتي ميسي وسواريز. طيب زي ما حضراتكم شفتوا كده في ابرز عناوين حلقتنا النهارده، اخبار كتيره جدا متعلقه بالنادي الاهلي ومتعلقه ببعض الجوانب المحليه وكمان بعض الامور العالميه. بالتحديد عايز ابتدي بشيء مهم جدا قبل ما نروح نشوف اهم اخبار الاهلي في الصحف النهارده ايه، وخبر هام بخصوص نجمنا المصري الكبير محمد صلاح، واللي مشرفنا دايما في اوروبا وفي العالم كله في الحقيقه.
ان هو خلاص بينافس رونالدو وميسي على جائزه الافضل في العالم. النهارده الفيفا اعلنت عن القايمه اللي هتنافس على جائزه افضل لاعب في العالم لعام 2019. القايمه ضمت كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، ومن هولندا فرانكي ديونج طبعا نجم اياكس السابق ولاعب برشلونه الحالي، وماتيس ديليخت طبعا نجم ايضا اياكس ولاعب يوفنتوس الحالي، بجانب فيرجيل فان دايك طبعا نجم ليفربول، والبلجيكي ايدن هازارد نجم تشيلسي السابق وريال مدريد الحالي، والانجليزي هاري كين نجم توتنهام، وسنغالي ساديو ماني زميل محمد صلاح في ليفربول، والفرنسي كيليان امبابي طبعا نجم بي اس جي، ومحمد صلاح، والارجنتيني ليونيل ميسي نجم نجوم برشلونه. دي القايمه اللي هيتم من خلالها تحديد مين هو افضل لاعب في العالم. نتمنى لمحمد صلاح كل التوفيق. احنا عارفين محمد صلاح السنه اللي فاتت خد ثالث احسن لاعب في العالم بعد لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، وكان رونالدو المركز الثاني، وبعد كده محمد صلاح المركز الثالث، وده كان في حد ذاته انجاز كبير جدا جدا لمصر ولمحمد صلاح نفسه طبعا بكل تاكيد. فاكيد عنده طموح ان هو ينافس ايضا هذا الموسم على جائزه افضل لاعب في العالم، رغم ان الفرص هتكون صعبه شويه على محمد صلاح. ليه؟ لان مستواه ما كانش هو مستوى محمد صلاح في الموسم الاول ليه مع ليفربول، لكن رغم كده خد هداف الدوري الانجليزي، وكمان تالق مع المنتخب المصري فيما عدا بطولة الأمم الأفريقية للأسف اللي خرجنا فيها من دور 16، فممكن الفرص تكون قليلة شوية لمحمد صلاح، لكن يبقى هو أحد اللاعبين المهمين على مستوى العالم. والدليل النهاردة من خلال الخبر ده إقامة الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل لعام 2019 هيكون في مدينة ميلانو الإيطالية يوم 23 سبتمبر المقبل. ده خبر مهم برضه ابتدينا بيه الحلقه من ضمن الاخبار الهامه. والنهارده الصبح كده الناس كلها قالت خلاص الترجي بطل بطوله دوري ابطال افريقيا. احنا عارفين الازمه الشهيره ما بين الترجي والوداد بعد المباراه اللي اتلغت، وبعد كده كان في اتجاه ان هي تتعاد، وبعد كده تم اللجوء للمحكمه الرياضيه الدوليه. الامور حتى الان حتى هذه اللحظه لسه ما اتحسمتش رغم اعلان نادي الترجي فوزه باللقب بشكل رسمي. كل ما في الموضوع ايه؟ ان اللجنه او الفيفا بالتحديد قالوا خلوا الميداليات والبطوله موجوده في الترجي لحد ما يتم البت في امر بشكل نهائي. هل هيبقى في اعاده للمباراه؟ هل خلاص الترجي هيحتفظ باللقب؟ هل هيتم اهداء اللقب للوداد؟ كلها امور لسه محل الدراسه في المحكمه الرياضيه الدوليه. كل هذه الامور هنعرفها خلال ايام، لكن حتى الان لم يتم تحديد من هو بطل بطوله دوري ابطال افريقيا، هل هو الوداد او الترجي؟ هنشوف خلال الايام القادمه. طيب نروح نشوف اهم العناوين اللي اتكتبت في الصحف النهارده بالتحديد عن النادي الاهلي، ونرجع مع بعض. يلا بينا. الأخبار، الساعات الحاسمة في الأهلي. الأهرام، 26 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا للموسم الجديد وحلم الأميرة السمراء. المسا، الأهلي واصل أفراحه، رفع العقوبات الإفريقية عن اللاعبين وصرف مكافآت في احتفالية الدوري. المسا، دكتور طه اسماعيل ينفي التفكير في تغيير الجهاز الفني. المصري اليوم، الخطيب يتمسك باستمرار لاسارتي مع الاهلي الموسم المقبل، قيد متولي افريقيا، المدير الفني يرفض رحيل فتحي وتجهيز بدني للاعبين قبل اطلاع بره. روزل يوسف، الاهلي يجمع سيديهات اطلع بره. نبتدي بجريدة الأخبار. جريدة الأخبار بتقول إيه؟ إن في ساعات حاسمة في الأهلي، هذه الساعات الحالية حاسمة. ليه؟ لأن بخصوص القائمة الأفريقية وبالتحديد بعد التعاقد مع محمود متولي، وخليني أقول لحضراتكم إن خلاص القائمة الأفريقية تم الاستقرار عليها بشكل نهائي، يبقى الإعلان الرسمي من قبل النادي الأهلي. بالتالي إحنا مش هنتكلم في تفاصيل القائمة الأفريقية لحد لما النادي الأهلي يعلن بشكل رسمي. هم قصدهم ساعات حاسمة كمان في إيه؟ في إمكانية إنهاء النادي الأهلي لبعض صفقات، ربما تكون صفقه واحده. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الحلقه خالص، خليكم متابعيننا لحظه بلحظه، لان وارد ان يكون في خبر سعيد لجمهور النادي الاهلي فور الانتهاء منه بشكل رسمي. لو في حاجه رسمي اكيد هنعلن عنها بشكل نهائي. فبالتالي طبعا هي ساعات حاسمه في النادي الاهلي، لكن حاسمه وفي نفس الوقت هادئه. ركز بقى في الجمله دي. ليه؟
لان امور كتيره للنادي الاهلي ومسؤولين عن الكره في النادي الاهلي عايزين يحسموها بشكل جيد ومميز، لكن دون اي ضوضاء او دون اي خلافات او دون اي امور قد يعني تكون سيئه بالنسبه للنادي الاهلي، او امور تعطل او تطلع كلام كتير عن النادي الاهلي وكلام من ده. لا، الامور دايما في النادي الاهلي بتمشي بهدوء تام جدا جدا وبتنسيق معروف وبسيستم معين متعود عليه النادي الاهلي واداراته المختلفه على مدار السنين كلها السابقه، فان شاء الله كل الامور اللي النادي الاهلي بصدد حسمها تحسم اليوم بشكل نهائي، وخلال ساعات هيتم الاعلان عن القائمه الافريقيه. نروح للاهرام. جريده الاهرام بتقول ان 26 لاعبا في قائمه الاهلي استعدادا للموسم الجديد وحلم الاميره السمراء، وزي ما قلنا لحضراتكم 26 لاعبا خلاص، والكلام ده احنا اتكلمنا فيه امبارح، والنادي الاهلي اعلن بشكل رسمي ان خلاص تم تحديد عدد 26 لاعب في قائمه النادي الاهلي الافريقيه طبعا، واللي هيتم عنها خلال ساعات اليوم. لكن الجزء المهم قوي في الخبر ده حلم الاميره السمراء، ودي في الحقيقه بطوله دوري ابطال افريقيا اللي كل جمهور النادي الاهلي نفسه فيها بصراحه يعني، وهي رساله لكل لاعيبه النادي الاهلي وللجهاز الفني الموجود في النادي الاهلي حاليا. الجمهور مستني اللقب ده بفارغ الصبر، ما وفقناش فيه سنتين ورا بعض وصلنا للنهائي، السنه الاخيره للاسف خرجنا بشكل سيء في الحقيقه، لكن مهم قوي ان بعد ما شفنا اصرار النادي الاهلي اللي احنا في الحقيقه متعودين عليه وشفناه من خلال بطوله الدوري السنه دي بالتحديد، نفسنا نشوف نفس الاصرار ده في بطوله دوري ابطال افريقيا، نفسنا نشوف البطوله دي بترجع لدولاب بطولات النادي الاهلي بعد غياب فتره كبيره جدا. عندنا ثقه كبيره جدا في اللاعبين، عندنا ثقه كبيره جدا في الجهاز الفني، وطبعا في مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، ان هم ان شاء الله مش هيدخروا اي مجهود خالص خالص من خلاله يقدروا ان هم يحققوا هذا اللقب ان شاء الله باذن الله، ثقه كبيره فيهم كلهم. نروح للمسا. المسا بتقول الاهلي واصل لافراحه رفع العقوبات الافريقيه عن اللاعبين وصرف المكافئات في احتفاليه الدوري. زي ما قلنا لحضراتكم من بدايه الحلقه احنا لسه بنفرح، وطالما ان لسه ما ابتديناش الجد، وطالما لسه ما ابتديناش تدريبات النادي الاهلي عقب اخر مباراه، فخلاص نفرح براحتنا. فالاهلي لسه بيواصل افراحه فعلا، لكن الاهم كمان جزئيه العقوبات الافريقيه ورفعها عن اللاعبين. احنا عارفين ان كان في عقوبه على لاعيبه النادي الاهلي بعد الخروج من صن داونز، هذا الخروج الصعب جدا مش عايزين نفتكره في الحقيقه. فبالتالي على عهده المسا، على عهده المسا بتقول ان هيكون في رفع لهذه العقوبات، وان هيكون في صرف المكافئات في احتفاليه الدوري. القصه دي متروكه لمين؟ برضو متروكه للنادي الاهلي ومسؤولين في النادي الاهلي، هم اللي قرروا هل اللعيبه دي تستحق ان احنا نرفع العقوبات الافريقيه عنهم ولا لا. كلها امور متروكه للمسؤولين عن اللائحه الخاصه بالفريق، لائحه العقوبات، لائحه طبعا الفوز، وكل هذه الامور متروكه للمسؤولين في النادي الاهلي، لكن ده على عهده المسا. لكن في الحقيقه في كل الاحوال بصراحه، رغم ان احنا زعلنا قوي قوي من الفريق ان هو خرج من بطوله دوري ابطال افريقيا، لكن هم في نفس الوقت عوضوا النادي الاهلي حتى لو تعويض مؤقت ببطوله الدوري، وكانت بطوله بعيده قوي عن النادي الاهلي، لكن في النهايه هي فين؟ موجوده في الجزيره. نروح للمسا. خبر اخر من المسا هو بخصوص طه اسماعيل، ينفي التفكير في تغيير الجهاز الفني. الخبر ده من المداخله بتاعتنا امبارح بالتحديد، لو تفتكروا حضراتكم امبارح لو تابعتوا حلقه الامس كان معانا مداخله مهمه جدا جدا مع الدكتور طه اسماعيل، والراجل في الحقيقه فتح قلبه بشكل كبير جدا، وهو طبعا رئيس لجنه التخطيط للكره بالنادي الاهلي، واتكلم بشكل مفصل فيما يتعلق بمستقبل الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي، وكيفيه التخطيط والعلاقه مع المدير الفني والجهاز الفني بشكل كامل ومستر لاسيرتي بالتحديد يعني، وكمان فيما يتعلق بالصفقات وامور كلها في الحقيقه وضحها الدكتور طه اسماعيل من خلال المداخله معانا امبارح. وقال كمان ان الامور هاديه جدا، وان احنا متفاهمين جدا جدا مع مستر مارتين لاسيرتي، وان احنا اتفقنا بشكل كبير بشكل نهائي اولا على القائمه الافريقيه، لكن بشكل كبير على القائمه المحليه، لان انت لسه عندك شهر ونص لحد ما يقفل باب القيد المحلي، يقفل في نص 9 المفروض يعني، فلسه القائمه المحليه ممكن اللعيبه تقدر تستغنى عنها، لعيبه تنتدبها، لسه الامور دي ما اتضحتش بالنسبه للقائمه المحليه، لكن القائمه الافريقيه تم حسمها بشكل نهائي، وزي ما قلت لحضراتكم تاني هيتم الاعلان عنها خلال ساعات النهارده من قبل النادي الاهلي، سواء الموقع الرسمي للنادي الاهلي او قناه النادي الاهلي. فكان الدكتور طه اسماعيل طمن كل جمهور النادي الاهلي فيما يخص مستقبل الفريق الاول. نروح للمصري اليوم.
الخطيب يتمسك باستمرار لاسارتي مع الاهلي الموسم المقبل. قيد متولي افريقيا، المدير الفني يرفض رحيل فتحي وتجهيز بدني للاعبين قبل اطلاع بره. طب الخبر ده برضو في كلام كتير شويه. نبتدي بالجزء الاول من الخبر او العنوان الاولاني اللي فوق ده، ان الخطيب بيتمسك باستمرار لاسارتي مع الاهلي الموسم المقبل. هو يا جماعه مين اللي طرح ان اصلا لاسارتي ممكن يمشي النادي الاهلي؟ ممكن يكون الجماهير بتطرح الجزئية دي. الجمهور لما بيطرح الجزئية دي بيبقى حريص وخايف على النادي أو خايف على الفريق أو نفسه يشوف الفريق في أحسن شكل سواء من ناحية الأداء أو النتائج، فالجمهور حقه. لكن المسؤولين نفسهم ما طرحوش هذا الأمر، والجمهور في نفس الوقت أكيد في ظهر المسؤولين في النادي الأهلي وفي ظهر إدارة النادي الأهلي، اللي هم عارفين كويس قوي هم بيعملوا إيه، عارفين كويس قوي قراراتهم ودارسينها بشكل كبير جدا. فالمواقع والجرايد دايما بيتكلموا على الامور اللي ممكن تكون بتشغل بال الجمهور. على ارض الواقع الراجل موجود في النادي الاهلي، على ارض الواقع الراجل حقق بطوله صعبه جدا جدا للنادي الاهلي وهي بطوله الدوري، استلم النادي او استلم الفريق وهو عنده قايمه كبيره جدا، 13 اصابه تقريبا، 13 اصابه بدون مبالغه يعني، وكان متاخر في الترتيب، كان عنده مباريات مؤجله كتيره جدا، وفي نفس الوقت كان المنافس نادي الزمالك، لعب كل المباريات وكسبها كمان وكان ماشي بشكل كويس جدا في حياة الزمالك في بطوله الدوري، ومع كل ذلك قدر مستر مارتين لاسارتي ان هو يحقق بطوله الدوري للنادي الاهلي. اخفق افريقيا؟ طبعا اخفق افريقيا بشكل سيء في الحقيقه، بشكل سيء، لكن ده ما يمنعش ان الراجل قد يكون لديه فكر فني ما قدرش ان هو يطبقه خلال الموسم الماضي، لانه كمان جه في نص الموسم. نرغب في ايه؟ نرغب ان باذن الله الفكر الفني الجيد ده يتطبق مع الموسم الجديد. هيتطبق ازاي؟ تاني وتالت وعاشر، هيتطبق بمسانده جمهور النادي الاهلي قبل اي حد خالص، قبل اي حد تاني. انت اللي هتساند، لما هتساند فرقتك هتلاقي النتائج اللي انت عايزها، لما هتساند ادارتك في قراراتها هتلاقي النتائج اللي ان شاء الله باذن الله انت عايزها. كلنا ثقه في الجهاز الفني، في مستر لاسارتي وكل الاعضاء معاه في الجهاز واللاعبين، واحنا في الحقيقه كمان شيء بالشيء يذكر عندنا قايمه مليئه باللاعبين المميزين قوي في صفوف النادي الاهلي، بخلاف بقى الانتدابات الاخيره، يعني قبل رمضان صبحي وقبل اليو ديانج وقبل متولي وقبل الصفقه الاخيره اللي ممكن تتم، انت عندك اصلا لاعبين كويسين قوي قوي، ممكن في بعض الاوقات ما يكونوش موفقين، والتوفيق ده ممكن يجي بسبب ايه؟ بسبب ضغط المباريات. يا جماعه لازم تفتكروا، لازم نفتكر كويس قوي، النادي الاهلي كان بيلعب كل 48 ساعه ماتش، فطبيعي ان انت كان هيبقى عندك مطبات هترتفع شويه في النتائج وفي الاداء، بعد كده هتنخفض شويه في النتائج والاداء، لكن المهم المحصله في الاخر ايه؟ كسبت بطوله الدوري الصعبه جدا واصعب بطوله في التاريخ، وخسرت للاسف بطوله دوري ابطال افريقيا اللي كان الهدف محدد للموسم الجديد. كل البطولات باذن الله اهمهم بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتحديد عايز اكمل الخبر ده، قيد متولي افريقيا ده شيء اكيد محسوم، يعني المدير الفني يرفض رحيل احمد فتحي. مين قال ان احمد فتحي هيمشي؟ احمد فتحي قيمه وقامه كبيره جدا جدا ولاعيب مهم قوي قوي في صفوف النادي الاهلي، يعني صعب قوي ان حد يتكلم في الجزئيه دي. تجهيز اللاعبين بدنيا قبل مباراه اطلع بره، احنا عارفين عندنا مباراه في دور ال 64 دور التمهيدي لبطوله دوري ابطال افريقيا امام فريق اطلع بره. بالتالي نروح لروزا اليوسف اللي بتقول ان الاهلي يجمع سيبهات لاطلع بره، وفريق في الحقيقه مجهول شويه، اول مره نسمع اصلا كنا عن الاسم وعرفنا قصه الاسم ده وحكيناه لحضراتكم قبل كده، لكن في نفس الوقت النادي الاهلي بيجمع عدد كبير جدا من السيدهات واللقطات الخاصه بهذا الفريق عشان تقف او يقف على نقاط القوة والضعف الخاصه فريق اطلع بره، وبالتالي تقدر تشوف الشكل اللي هتلعبوا بيه ازاي ان شاء الله. المواجهه مش عايزين نقلل منها، لكن دايما النادي الاهلي بيحترم اي فريق صغير او اي فريق كبير، ان شاء الله البدايه تكون قويه عشان نقدر نحقق هذا اللقب الغائب. سريعا اللي اتكتب عن النادي الاهلي في المواقع، خلينا نروح نشوف. فيتو: لاسارتي يترقب مصير مكان ذهاب تمهيدي دوري ابطال افريقيا. اليوم السابع: السلام يقترب من استضافه ذهاب دور ال 64 لبطوله افريقيا بين الاهلي واطلع بره. الوطن سبورت: مشاورات بين اتحاد الكره والاهلي لتحديد موعد احتفاليه الدوري. في الجول: عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري، منافسه الاهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم. الشروق: عبد الحفيظ جماهير الاهلي خلدت اسطوره روح الفانيلا الحمراء. اليوم السابع:
الأهلي يجدد عقد حاتم البحيري مع فريق السلة. وحشانا جدا في الحقيقه بطوله دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي قادر على اعاده هذا اللقب لدولاب بطولاته من خلال ان شاء الله باذن الله الموسم الجديد اللي هينطلق في بطوله دوري ابطال افريقيا مع منتصف تقريبا شهر اغسطس. طيب اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي على المواقع، نبتدي بفيتو. لاسارتي يترقب مصير مكان ذهاب تمهيدي دوري ابطال افريقيا. خليني اقول لحضراتكم، اكيد حضراتكم كمان متابعين وعارفين ان المفروض الذهاب يكون هناك في جنوب السودان مع فريق يطلع بره، لكن النظر لعدم جاهزيه الملعب الخاص بهذا الفريق في جنوب السودان فبنسبه كبيره قوي 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 المباراه هتكون هنا، مباراه الذهاب ومباراه العوده طبعا هتكون اللي هي بتاعه النادي الاهلي هتكون ايضا هنا، فبالتالي مستنيين قرار رسمي واخير بهذا الخصوص عشان بناء عليه يتم تحديد برنامج الفريق حتى موعد هذه المباراه. نروح لليوم السابع في نفس السياق، بتقول ايه؟ بتقول السلام يقترب من استضافه ذهاب دور ال 64 من بطوله افريقيا بين الاهلي واطلع بره. الأقرب حتى الآن استاد السلام، يعني كنا نتمنى أنه ممكن يكون استاد القاهرة، لكن احنا عارفين تصريح يعني من فترة صغيرة بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية في مصر أن استاد القاهرة هيكون جاهز في شهر 9 لاستضافة المباريات، بالتالي المباراة دي أو المباراتين دول هيكونوا في شهر 8. دايما استاد القاهره بيبقى متعطل، نفسنا ان هو يرجع يستضيف المباريات بشكل طبيعي جدا لان احنا عندنا استاد مميز قوي، ليه ما نستغلوش؟ مش عارف، بس ان شاء الله اي صيانات لو مطلوبه ولازم تتعمل خلاص اوكي الناس تعملها، وباذن الله يتم استضافه المباريات الافريقيه المختلفه للفرق المصريه مش النادي الاهلي بس والمنتخبات وكل هذه الامور بشكل طبيعي جدا. لكن حتى الان الاقرب استاد السلام، وفعلا في الحقيقه استاد السلام مجهز بشكل كبير جدا بالتحديد فيما يتعلق بارض الملعب النجيله يعني، وشفناها خلال بطوله الامم الافريقيه. الوطن سبورت بتقول ايه؟ مشاورات بين اتحاد الكره والاهلي تحديد موعد احتفاليه الدوري. احنا عارفين ان كان نفسنا في الحقيقه ان النادي الاهلي يستلم الدرع في ارض الملعب بعد مباراه المقاولين او حتى بعد مباراه الزمالك، يعني ايا كان المهم نستلم الدرع في ارض الملعب. اتحاد الكره ما كانش حابب الكلام ده ايا كان برضو ايه اللي هي الاسباب، لكن في نفس الوقت اتحاد الكره هيعمل احتفاليه خاصه لفريق النادي الاهلي، وهي في الحقيقه هتبقى احتفاليه كمان شامله لبعض الجوائز المحليه الخاصه باللاعبين والمدربين وحراس المرمى وكل هذه الامور يعني. فلسه بيتم تنسيق موعد هذه الاحتفاليه ما بين النادي الاهلي واتحاد الكره عشان يكون وقت متاح بالنسبه للفريق الاول بالجهاز الفني باللاعبين ان هم يكونوا متواجدين، لان عارفين ان احنا عندنا بطوله دوري ابطال افريقيا هتبتدي خلال ايام قليله ان شاء الله، فالمشاورات لسه ما تمش حسمها بشكل نهائي. نروح لفي الجول، والكابتن سيد عبد الحفيظ يرد على منتقدي التتويج بالدوري، منافسه الاهلي قبل صفقات يناير عطلوا الخصم. قصده هنا ايه؟ قصده ان الكلام كتير على ان الاهلي ازاي فاز بالدوري وان انت جبت صفقات في يناير وان انت عملت وكلام من ده، امور ملهاش يعني ملهاش لازمه في الحقيقه كلام بيتقال، لكن سيب اللي يقول يقول، اللي عايز يقول يقول، النتيجه في الاخر ايه؟ النتيجه في الاخر النادي الاهلي بطل الدوري. في نفس الوقت الكابتن سيد عبد الحفيظ هنا بيلفت نظر الناس ان ايه؟ ان المنافس اللي هو قصده اكيد يعني على نادي الزمالك لاعب فرق بعد الموضوع الصفقات دي والفرق دي عطلته. فزي مثلا المقاولين عطلوا، مين تاني؟ النجوم عطل نادي الزمالك قبل حتى موضوع كمان الصفقات بالنسبه للنادي الاهلي، وكان الزمالك عمل فتره انتقالات قويه جدا مع بدايه الموسم لو تفتكروا. فالموضوع ما بيقاس خالص بالصفقات، بيقاس بايه؟ بيقاس بالاصرار والعزيمه اللي موجوده عند كل فريق والشخصيه، ودي مهمه قوي. شخصيتك هي اللي هتقدر تقودك للهدف اللي انت عايزه. فده تصريح للكابتن سيد عبد الحفيظ، لكن في تصريح اخر ايضا لمدير الكره بالنادي الاهلي بيقول ايه من الشروق؟ جماهير الاهلي خلدت اسطوره روح الفانيلا الحمراء. بيتطرق هنا لجمهور النادي الاهلي ودورهم الكبير والواضح والبارز جدا جدا في فوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، وفي الحقيقه مش البطوله دي بس النادي او جمهور النادي الاهلي كان بارز في الفوز بيها يعني، لكن على مدار كل البطولات جمهور النادي الاهلي دايما ليه دور كبير جدا في الفوز باي بطوله. لكن في نفس الوقت كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان جمهور النادي الاهلي كان عنده ثقه كبيره قوي ان الفريق هيحقق بطولة الدوري رغم ان احنا كنا بعيد جدا في البطولة، وبيقول او بيفتكر في كلامه ان جمهور النادي الاهلي ابتدى يقول الدوري في الجزيرة من شهر مارس، فمن شهر مارس ده من زمان يعني، فبالتالي ده بيعكس مدى دور الجماهير ومدى تشجيعهم القوي للاعبين وتحفيزهم كمان للاعبين. لما انت بتقول للاعبين الدوري في الجزيرة فانت كده بتشد من ازرهم، فبالتالي بيتالقوا خلال المباريات، بالتالي ايا كان حتى لو الاداء في بعض الاحيان طبيعي جدا ممكن ما يبقاش في التوب دايما،
لكن بيحققوا النتيجه في الاخر حتى لو بعد الدقيقه 90، ده المعتاد عليه لعيبه النادي الاهلي وجمهوره يعني. فكابتن سيد عبد الحفيظ هنا مدير الكره بالنادي الاهلي بيلفت النظر لدور جمهور النادي الاهلي والدور الطبيعي والمعتاد للجماهير العظيمه جمهور النادي الاهلي. اليوم السابع الاهلي يجدد عقد حاتم البحيري مع فريق السله، لاعب مميز جدا ولاعب مهم، وبالمناسبه عقده كان هينتهي بعد نهايه الموسم اللي هيبتدي ده، فبالتالي النادي الاهلي نجح في تجديد عقده لمده موسمين، يعني يبقى او يتبقى ليه في عقده ثلاث مواسم مع النادي الاهلي. نتمنى لفريق كره السله بشكل كامل ان شاء الله باذن الله ان هم يظهروا بشكل افضل بكثير من الموسم الماضي، وان هم يحققوا كافه البطولات اللي هيشاركوا فيها، وان شاء الله عندنا ايضا ثقه كبيره جدا جدا فيهم. طيب نروح نشوف اهم الاخبار المحليه والعالميه، يلا بينا. بوابة أخبار اليوم، طه إسماعيل يرشح خمس مدربين للمنتخب، تعرف على أسمائهم. اليوم السابع، اتحاد الكرة يدرس تقديم مواعيد مباريات الكأس بسبب الأجندة الدولية. سوبر كورة، الأندية تطالب الجبلية بعمومية لتعديل اللائحة الأساسية. اليوم السابع، الفيفا يخاطب اتحاد الكرة لتشكيل لجنة فض المنازعات. بوابة الأهرام، ترشيح سمير محمود عثمان لقيادة لجنة الحكام. بوابة الوفد، وزير الرياضة لن نسكت على الاتحادات الرياضية والأندية التي لم تنفذ أحكام مركز التسوية. بوابة الشروق، مودريتش يدعم محمد صلاح في تحدي أمام لوفرين. الفجر الرياضي، سوبر كمبيوتر يصدم ليفربول ويبشر محمد صلاح. سكاي نيوز، متفجرات في سيارتي ميسي وسواريز والشرطة تتحرك. كورة، سر رفض مهاجم يوفنتوس الانتقال إلى أرسنال. يلا كورة، تقارير برشلونة يستعد لتقديم عرض رسمي لضم نيمار. بطولات، بايرن ميونخ يعتذر لجوارديولا بسبب صفقة ساني. سبورت 360، جاريث بيل يفضل الصين على أوروبا. أس عربي، مانشستر يونايتد ويوفنتوس ينهيان الاتفاق حول صفقة تبادلية كبرى. وان ثري، حسم مصير سكالوني مع الأرجنتين. طيب أخبار محلية وعالمية، خلينا نبتدي بالأخبار المحلية من بوابة أخبار اليوم، واللي بتقول إن الدكتور طه إسماعيل بيرشح خمس مدربين للمنتخب. الخمس مدربين اللي رشحهم الدكتور طه إسماعيل على حسب الخبر مين؟ الكابتن حسن شحاتة، طبعا كبير وعظيم جدا، ويعني عمل فترة كبيرة مميزة جدا جدا مع منتخب مصر، جاب لنا ثلاث بطولات أمم أفريقيا ورا بعض، حاجة ولا كانت في الأحلام يعني في الحقيقة. كابتن حسام البدري أيضا مدرب مميز جدا جدا فنيا وشخصية قوية جدا جدا مع اللاعبين، فأيضا من ضمن الأسماء اللي رشحهم الدكتور طه إسماعيل. كابتن حسام حسن طبعا برضو أحد هذه الأسماء، بالإضافة لكابتن إيهاب الجلال هذا المدرب المميز، وأيضا كابتن طلعت يوسف هذا المدرب الآخر المميز. فهنشوف الامور هتمشي لفين بالنسبه لاتحاد الكره، ومين اصلا هيختار المدير الفني لسه مش عارفين، فالاتجاه واضح كده ان هو هيكون مدير فني وطني، فالانسب ان شاء الله باذن الله يتم اختياره عشان نشوف شكل مغير تماما للمنتخب المصري عكس اللي شفناه للاسف الشديد في بطوله الامم الافريقيه. نروح لليوم السابع، اتحاد الكره يدرس تقديم مواعيد مباراه كاس مصر يعني بسبب الاجنده الدوليه. فبالتالي الأجندة الدولية، احنا عارفين ان في مباريات للمنتخب قد تكون مباريات ودية في شهر 9،
وفي شهر 10، فبالتالي المفروض يعني كاس مصر يبتدي في نص 9 او يستأنف يعني مبارياته في نص 9. الاجنده الدوليه بالتحديد من يوم 2 ليوم 9/9، فبالتالي في احتماليه ان كاس مصر يستكمل بدايه من يوم 15/8. هنشوف الامور هتستقر على ايه في النهايه. خلينا ناخد خبر سريع خاص بالكرة العالمية قبل ما نطلع لفاصل. بالتحديد الفجر الرياضي بيقول سوبر كمبيوتر يصدم ليفربول ويبشر محمد صلاح. طيب السوبر كمبيوتر ده ايه؟ عبارة عن جهاز كده كمبيوتر خارق بيدوله كل المعلومات الخاصة بكل الفرق في انجلترا، التدعيمات وكل هذه الامور، ويقول مين الاقرب انه ياخد الدوري. هو قال ان الاقرب مانشستر سيتي على حساب ليفربول، وان هيكون هداف الدوري محمد صلاح برصيد 29 هدف، وقال كمان ان ريال مدريد هتفوز على بايرن ميونخ في نهائي دوري ابطال اوروبا. اخبار كتير هنتكلم فيها طبعا مع ضيفنا العزيز جدا جدا وصديقي العزيز بعد الفاصل، الاستاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. حوار شيق وممتع جدا، استنوه بعد الفاصل. بيشرفني ونورني في الاستوديو صديقي العزيز والناقد الرياضي الكبير استاذ عمرو الجرزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر. يا عمرو منورني ومشرفني وسعيد جدا ان انت معايا النهارده. حبيبي امير، برحب بيك وبرحب بمشاهدي قناه النادي الاهلي. انا مبسوط وببقى مبسوط لما بكون موجود معاك، انت عارف حاجه زي كده. عارف طبعا يعني لقاءنا ده اتاجل كتير بس الظروف خارجه عن ارادتي. يعني منور ومشرف دايما يا عمرو. عندنا كلام كتير عايزين نتكلم فيه. خلينا نبتدي بالنادي الاهلي وحسم بطوله الدوري الاصعب في تاريخه بعد كلام كان كتير جدا واكتر كمان مع بدايه الموسم ان الاهلي صعب ان هو ياخد بطوله الدوري نظرا لكل الظروف اللي انت عشتها واكيد عرفتها. كيف رايت تحقيق النادي الاهلي لهذا اللقب؟ طبعا يعني دوري صعب جدا، دوري اعتقد هو الاصعب في تاريخ النادي الاهلي. ما اعتقدش ان الاهلي هيمر الاصعب طبعا. ظروف كتير جدا حطت بالنادي الاهلي، غيابات لاعبين، تصريحات مديرين فنيين بيتغيروا، لسه التاقلم مع اللعيبه، لعيبه كتير من اللعيبه الكبيره اللي كانت موجوده في النادي الاهلي بتعتزل، وفي وجوه جديده بتكون موجوده. فاظن ظروف صعبه جدا مر بيها النادي الاهلي، لكن قدر يحسم في النهايه بالصبر وبالجهد وبتعب اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره انه يحسم بطوله الدوري. طبعا ببارك للنادي الاهلي وببارك لجماهيره على بطوله الدوري. فاظن ان البطوله دي هتدي دفعه كبيره جدا للنادي الاهلي في الفتره اللي جايه يبني عليها ويعني يتعلم من الاخطاء بتاعه الفتره اللي فاتت. اظن ان زي ما التصريحات كلها خرجت ان ده هيبقى الاصعب ودوري يمر على اللعيبه اللي موجوده دلوقتي. ازاي شفت ان النادي الاهلي قدر ان هو يحقق البطوله دي؟ وايه اللي رجح كفه النادي الاهلي؟ يعني بعد الابتعاد بشكل كبير جدا عن المنافسه، الظروف كلها عارفينها، يعني ايه اللي رجح كفه النادي الاهلي؟ ازاي قدر النادي الاهلي يرجع كده وياخد البطوله؟ انا شايف الهدوء. هدوء اللعيبه وابتعاد اللعيبه عن حرب التصريحات اللي كانت موجوده في الفتره اللي فاتت. وكابتن سيد عبد الحفيظ طبعا كان ليه دور كبير جدا، مدير الكوره، مجلس الاداره برئاسه كابتن محمود الخطيب. كان ليه دور في ان يصر ان اللعيبه تبتعد تماما عن الاجواء المحيطه بالحرب التصريحات اللي موجوده في الحقيقه. فاظن ان يعني الهدوء هو السمه الرئيسيه اللي خلت النادي الاهلي يرجع ياخد بطوله الدوري تاني بعد ما كان بعيد جدا وما كانش مترشح لبطوله الدوري. لكن النادي الاهلي اللعيبه والجهاز الفني ومجلس الاداره كان عندهم ثقه ان هيقدر يرجع تاني النادي الاهلي وياخد البطوله. فاظن ان الهدوء ده هو اللي يعني اللي عمل الكفه، رجح الكفه للنادي الاهلي ان هو يقدر يحافظ على بطوله الدوري. طيب بالتالي ابرز اللاعبين من وجهه نظرك بعد انتهاء الموسم ده وتحديد بطوله الدوري من النادي الاهلي شايف مين؟ والله هم كتير يعني. انا شايف محمد الشناوي طبعا يستحق طبعا، في طبعا حسام عاشور يستحق، في وليد ازارو رغم الانتقادات ورغم كل الحاجات الكلام الكتير اللي بيطلع عليه الفتره اللي فاتت برضه يستحق، عمل مجهود كبير جدا في الفتره الاخيره مع النادي الاهلي. وليد سليمان طبعا يستحق، طبعا يستحق، احمد فتحي طبعا يستحق. لا لعيبه كتير، لعيبه كتير تستحق. سعد سمير طبعا ان شاء الله يعني باذن الله يرجع قريبا. فلا لعيبه كتير تستحق. اللعيبه دي استحملت الفترات الصعبه اللي مرت عليها، انتقادات الجمهور بشكل كبير جدا،
الجمهور برضو بعيد شوية عن الأجواء اللي موجودة، فبالتالي ما عندوش خلفية عن إيه اللي بيحصل، فهو عايز يكسب على طول وعايز يحقق، وهو ده السمة اللي موجودة في النادي الأهلي واللي عود جمهوره عليها. لكن أنا شايف إن اللعيبة مرت بظروف صعبة جدا، ما كانتش بتصدر الكلام ده للجمهور، فالجمهور ما كانش عنده إيه اللي بيحصل وإيه الخبايا اللي بتحصل، فلأ في لعيبة كتير جدا تستحق إن هي تكون يعني نجم الدوري السنه دي. لكن في نفس الوقت الجمهور كان ليه دور كبير جدا. طبعا. جمهور النادي الاهلي على مدار الموسم يا عمرو، واحنا شفنا هتافاته في عز مكان النادي الاهلي بعيد عن المنافسه اطلاقا، ده شيء مهم جدا من جمهور النادي الاهلي. اكيد طبعا امير، جمهور النادي الاهلي دايما مساند فرقته، دايما بيبقى مع اللعيبه، دايما بيبقى مع الجهاز الفني ورا النادي باي شكل من الاشكال، حتى في الاخفاقات، حتى بعد خروج الفرقه من دوري ابطال افريقيا. شفنا المنظر اللي كان موجود في ملعب برج العرب والجمهور بيحيي اللعيبه بعد المباراه وبعد خروج النادي الاهلي. هو ده يعني كان المسانده واللي حصل في المباراه وخلال الموسم الطويل قوي اللي احنا عايشينه ده، هو طبعا سببه جمهور النادي الاهلي. طيب خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا في ظل استمرار فرحه جمهور النادي الاهلي مع نجم كبير من نجوم النادي الاهلي اللي ايضا كانوا مؤثرين جدا في الموسم، كابتن مروان محسن. يا مروان مساء الخير عليك. حبيبي امير، انا ما سمعتكش بس اتقطع شويه، بس انا ما سمعتكش حبيبي. ازيك يا امير، اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله تمام؟ سامعني كده كويس؟ كله تمام، كله تمام. اه سامعك كده حبيبي. تحياتي ليك وتحياتي طبعا الناقد الرياضي عمرو الجرزاوي زميلنا العزيز. سلامي سلامي لكل اللي معاك، وانا سعيد ان انا معاك حبيبي. احنا اسعد يا مروان، وفي نفس الوقت عايزين نبارك لك طبعا الفوز ببطوله صعبه جدا، بطوله الدوري، وهي الاصعب على مدار تاريخ النادي الاهلي هذا الموسم، فالف مليون مبروك، واكيد جمهور النادي الاهلي فرحان جدا بهذا اللقب. زمايلي طبعا جماهير النادي الاهلي طبعا هم يستحقوا اكتر من كده طبعا. اديك شفت السنه دي عدت علينا يعني بحلوه ومره وكلها، فدي اقل حاجه يعني المفروض نقدمها النادي الاهلي طبعا، ولسه في مزيد ثاني ان شاء الله من البطولات. ونبقى احنا الحمد لله قدرنا نسعد النادي جماهير النادي الاهلي يعني في اخر الدوري، فان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن باذن الله. انتوا كلاعيبه مروان، هل شكيتوا اللحظه ان النادي الاهلي ممكن يكون بعيد عن المنافسه هذا الموسم، او ان انتوا ما تقدروش ان انتوا ترجعوا في المنافسه؟ لا خالص والله، احنا عندنا اصرار وعزيمه ان احنا ناخد الدوري، واحنا حد يديك شفت ما احنا كنا في المركز الناس عماله تقول لك انا في المنطقه الدافئه، واحنا فعلا دلوقتي خدنا الدوري الحمد لله في المنطقه جميله كمان ودافئه والدنيا حلوه. فاحنا كنا عندنا اصرار طبعا، اللعيبه كلها ما حدش طبعا كان مقصر، وفي التمرين وكابتن سيد عطول كان بيحفزنا والجهاز الفني كله واللعيبه كلها وكابتن حسام عاشور طبعا والكوادر الكبار كلهم، فكلنا كنا على قلب رجل واحد الحمد لله، واصرنا احنا ناخد الدوري بعد طبعا العاصمة طبعا في افريقيا طبعا. النادي الاهلي مش ده النادي الاهلي طبعا، لا احنا متعودين اللي يحصل فينا كده، فهي كانت فترة وعدت طبعا. اديك شفت السنة دي كلها، وان شاء الله السنة الجاية يبقى في السنة اللي هتبدا ان شاء الله دي يبقى تركيزها اقوى ان شاء الله، ونرجع ان شاء الله بطولة افريقيا تاني للنادي الاهلي. ابرز الصعوبات اللي مريتوا بيها على مدار الموسم يا مروان، وهل هي صعوبات متعلقه بالدوري نفسه او بالبطوله والفرق اللي واجهتوها، ولا كان في صعوبات اخرى من خلال التصريحات اللي كان ممكن بتوصل لكم على مدار الموسم من مختلف المسؤولين في مختلف الانديه مثلا؟ انا شفت الصعوبات كلها في الناس اللي بتهاجمك دي بقى، وناس بتتشكك في النادي وعايزه توقع النادي وكلاعيبه وتقطع في لعيبه وكده، لكن ما حدش سمع طبعا. اللعيبه كلها كانت مركزه جدا طبعا، حصل لنا ضربات في افريقيا طبعا. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع تاني نقف على رجلينا، وان احنا نرجع مركز كنا بالسادس ورجعنا خدنا الدوري الحمد لله طبعا، ده اصرار وعزيمه اللعيبه كلها طبعا، وان شاء الله اللي جاي لنا يبقى احسن بقى باذن الله ان شاء الله كده. طيب مروان، دايما الكلام بيبقى على خط هجوم النادي الاهلي، وان احنا ما بنحرزش اهداف كتير، وانا عايز استغل فرصه ان انت معايا وانت نجم كبير من نجوم النادي الاهلي ومنتخب مصر ايضا، انا هسالك عن المنتخب على فكره بعد السؤال ده، لكن بتشوف ازاي خط هجوم النادي الاهلي على مدار الموسم اللي فات ده وعلى كمان قادم بالنسبه للنادي الاهلي؟ انا شايف هو ده بس عدم توفيق طبعا في المهاجم، ما بيحسش اهداف طبعا، بس الواحد بينزل بيعمل عليه طبعا في شغله بالظبط، لو ما جبتش اهداف بتعمل عليك، بتخلى مساحه لزمايلك، بتطلع كل حاجه عندك في الملعب طبعا فعلا، وده حاجه بتبقى نصيب من ربنا طبعا، ربنا بيديك توفيق بتجيب اجوان بتبقى ماشيه معاك، فما فيش توفيق طبعا، بتشتغل وبتعمل عليك لحد ما ربنا بيكرمك. واحنا ما فيش حد مركز لحد، اي حد بيقول حاجه اي حد بيتكلم في حاجه، ما بنركزش بقى حاجه، احنا بنلعب نادي الاهلي كويس، ومطلوب مننا طبعا احنا دايما في بطولات وبناخد بطولات، بس هو ده اللي احنا بنستمع ليه، انك تمرينك وتشتغل على نفسك، بس هو ده اللي بنعمله. طيب انا مصر في كل مداخله مع نجم من نجوم النادي الاهلي ان انا اتكلم على بطوله دوري ابطال افريقيا، لان اللقب ده في الحقيقه يا مروان الجمهور الاهلاوي مفتقد
بتفتقدوا جدا، هل انتوا شايفين ان النادي الاهلي باذن الله قادر على تحقيق هذا اللقب واعادته للجمهور الاهلاوي؟ انا كمرون مصر طبعا، انا لسه طبعا انا بموت انا عشان اخد بطوله افريقيا طبعا، نفسي اتحقق ان شاء الله، وزمايلي كلهم طبعا اكيد بيفكروا نفس التفكير. فاحنا مركزين السنه دي ان شاء الله، ربنا يكرمنا ان شاء الله وبنطمح بالاضافات ان شاء الله، بالاضافات اللي هتيجي ان شاء الله، وربنا يكرمنا ان شاء الله ونرجع بطوله افريقيا تاني للنادي الاهلي طبعا، والجمهور طبعا يستحق اكثر من كده، وبنشكره طبعا على دعمه لينا الفتره اللي فاتت دي كلها، وان شاء الله يعني الانتصارات ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. طيب عايز اخدك بقى للمنتخب يا مروان، وللاسف كان اخفاق كبير جدا لمنتخب مصر وانت لاعب من اللاعبين الاساسيين في صفوف منتخب مصر، الاسباب ايه؟ عايزين نعرف الجمهور اسباب الاخفاق ده ايه؟ هو الاخفاق ما انا مش عارف، انا ممكن ما يبقاش فيه تركيز زياده، وما كانش يعني ما كانش، او ممكن بسبب الموسم اللي لعبه الموسم بتاعنا في لعيبه جايه مش مريحه، ما عملتش فتره اعداد كافيه ممكن. مش يعني مش عارف اتكلم اقول ايه الصراحه، بس يعني هل هو ممكن يكون السبب فني مثلا يا مروان، ولا كان عليكم ضغط زياده، ولا كان في اجهاد مثلا؟ ده اكيد ضغط، ده اكيد اي حد يبقى عليه ضغط طبعا، منتخب مصر وتلعب في بلدك طبعا بيبقى مطلوب منك ان البطوله تبقى عندك تاخدها، ف في حاجات كتير طبعا انا مش قادر اتكلم عن المدير الفني طبعا، دي حاجه طبعا طبعا الناس بقى الكبيره اللي هي بتتكلم تعرف يعني، ده هو يبقى ليه راي تاني طبعا، انا ما اقدرش انا كلاعب ما اقدرش اتكلم عن المدرب وبتاع، بس اتمنى طبعا المنتخب الفتره الجايه ان شاء الله بالتوفيق يعني، والتوفيق ان شاء الله في التصفيات يعني ان شاء الله، ربنا يكرمك ان شاء الله. طب اخيرا مش عايز اعطلك، رسالتك لجمهور النادي الاهلي قبل الموسم الجديد سواء المحلي او الافريقي؟ لا يعني دعمهم لينا يعني، دعمهم للعيبه كلها، انا اتمنى ان هم يبقوا واقفين يعني واقفين على طول معانا يعني، واقفين ورا الفرقه، وان شاء الله يبقى دعمهم ده يزيدنا تاني، ونرجع ان شاء الله اقوى من الاول باذن الله ان شاء الله، ونجيب لهم افريقيا ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا مروان، شكرا جزيلا، نجم من نجوم النادي الاهلي كابتن مروان محسن كان معانا على الهاتف، واتكلم كلام كتير مهم جدا فيما يتعلق بفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري، كمان فيما يتعلق بمنتخب مصر واخفاقه في بطوله الامم الافريقيه. لعيب مهم يا عمرو مروان محسن، بيصادفوا سوء حظ شويه بالتحديد في اللاعبين اللي بيوصلوه للمرمى في منتخب مصر، تتفق معايا؟ مش في هتفق معاك طبعا، مروان من المهاجمين الاقوياء جدا في مصر. مظلوم مظلوم طبعا، انا بشوف سواء في الاهلي او في منتخب مصر طريقه اللعب هي اللي ظلماه، يعني الاطراف ما بتوصلش، المهاجم دايما عايز يروح العرضيات، وانه مروان بيعمل مجهود مضاعف بره منطقه الجزاء، بيفقد 50% من مجهوده، هو محطه مميزه في الحقيقه جدا كمان. جدا جدا، وفي منتخب مصر ليه دور مهم جدا في ان هو يوسع لصلاح ويوسع لتريزيجيه ويوسع للناس، وده خلي بالك مش البطوله بتاعت السنه دي بس، البطوله كانت بتاعت الجابون 17 قبل ما يتصاب طبعا، كان هو عنصر مهم جدا، الناس كانت بتنتقد اي مدير فني بيختار مروان محسن كمهاجم منتخب مصر، انا اظن ان مروان بينفذ كل التفصيله الصغيره قبل الكبيره للمدير الفني سواء في الاهلي او في منتخب مصر، عشان كده هو بيحجز مكانه. طبعا بيصادفوا سوء توفيق كبير جدا، انا اظن لو الامور فتحت معاه شويه لا هيبقى في حته ثانيه خالص. مروان من زمان يعني من ايام بتروجيت، ساعه لما كان موجود في منتخب الشباب سكوب اللي كان بطوله كاس العالم هنا 2009، لا مروان مهاجم كبير كان موجود في 2009، كان من ضمن القائمه لكن ما لعبش، كان من ضمن القائمه اللي موجوده لكن ما لعبش. طبعا كان احمد فتحي بوجي هو اللي كان هو اللي طالع، هو محمد طلعت، فكان هم اللي حاجزين مكانهم، لكن من الفتره دي اصلا عاصرت الجيل ده من وهو بيتكون، فانا شفتهم على الطبيعه وكنت قريب منهم جدا، فلا مروان مهاجم قوي جدا، بس طبعا كان بوجي كان وحش ساعتها. محمد طلعت كان الناس كلها كانت بتتكلم عنه، فاتظلم برضو مروان، ومروان تعب في الفتره دي، كان اعتقد الفتره دي جاله فيها الفيروس سي من بتروجيت، فاعتقد هو ده كان السبب ان هو ما يكونش موجود. لا مروان ولعب اولمبياد كمان 2012، مروان مهاجم انا مش شايف مدرب، ما فيش مدرب جه على مدار المنتخب لحد دلوقتي ما ضمش مروان محسن، مش لمجرد ان هو بيلعب في النادي الاهلي، او مجرد ان مصر ما فيهاش مهاجمين، لا مصر ما فيها في احمد علي، فيها خالد قمر، فيها مصطفى محمد، فيها مروان محسن، لا في مهاجمين كويسين هم. فبالتالي لما يكون هو موجود مش معنى كده ان هو عشان بيلعب في النادي الاهلي فهو حاجز مكانه. انا ضد المقوله دي تماما. لا مروان بس بيصادفه سوء توفيق، اظن لو التوفيق حلفه في الفتره اللي جايه هيبقى في حته ثانيه خالص ان شاء الله. نتمنى لمروان كل زمايله في النادي الاهلي وكمان
كمان لمنتخب مصر ان شاء الله باذن الله لما هو قادم يكون افضل بكتير يعني باذن الله. صفقات حتى الان بالنسبه للنادي الاهلي لو في جديد يا جماعه قولوا لي، صفقات حتى الان للنادي الاهلي رايك وتقييمك ليها. الاهلي جدد اعاره رمضان صبحي، ضم اليو ديانج، وحتى هذه اللحظة آخر صفقة حتى هذه اللحظة محمود متولي، رأيك إيه؟ أنا يعني شايف إن الأهلي ماشي بخطى ثابتة، ما بيجمعش تجميعة عشان يبني بقى. أنا الأهلي عارف احتياجاته إيه، فبيجيب على قد الاحتياجات اللي موجودة والنواقص اللي موجودة في الفريق. وجود رمضان صبحي طبعًا حاجة مهمة جدًا للفريق، إضافة قوية جدًا. رمضان لعيب قوي، لعيب عنده خلاص اكتسب الخبرات الكبيرة، ما نقدرش نقول عليه إنه لعيب صغير رغم صغر سنه يعني، لكن هو كبير مقاما وعنده اكتسب خبرات من النادي الاهلي كبيره جدا، ساعدت النادي الاهلي في الفتره الاخيره، وهو ساعد النادي الاهلي في الفتره الاخيره وساعد نفسه انه يرجع نفسه. لسه ما وصلش للتوب فورم اللي الناس كلها منتظره منه، لكن وجوده كان مهم جدا في الموسم اللي جاي. قالوا ديانج يعني حسام عاشور جديد، حسام عاشور جديد، فهيبقى اضافه قويه جدا. محمود متولي طبعا يعني لعيب قوي، لعيب بعدين بيلعب في كذا مكان، بيلعب في كذا حته، فاللعيب اللي بيبقى ابن الخامه دي بيسهل على المدير الفني ايا كان مين هو المدير الفني، بيسهل عليه انه يقدر يحطه في اي مكان وهيجيد. يعني انا اظن محمود هو لاعب باك رايت، اظن ان هو لاعب ديفندر، اظن ان هو لاعب مساك، اظن ان هو لاعب ليبرو، عنده يعني اختيارات كتير جدا يقدر يلعبها، ولاعب قوي ولاعب رجليه تقيله جدا على المرمى، بيشوط فاولات يعني بصراحه قوي. لا لعيب قوي جدا جدا، هيبقى اضافه قويه جدا للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. شايف ان النادي الاهلي ماشي بسياسه معينه في الصفقات، بس هي سياسه الكيف مش الكم، يعني ما بيضمش عدد كبير جدا وخلاص، لا هو عارف احتياجاته فين في الفريق. هو دايما النادي الاهلي كده يعني، انا يعني عاصرت النادي الاهلي شويه حلوين كده، فما شفتش النادي الاهلي بيجيب ال 15 16 17. البعض بس من الجماهير بيبقى متشوق دايما للصفقات وعايز يسمع عدد كبير من الاسماء اللي انضمت لاي فريق يعني بشكل عام، لكن فعلا النادي الاهلي بيفكر ان هو يجيب اللاعبين اللي هو بيحتاجهم، يسد بعض الثغرات ويخلق منافسه قويه في بعض المراكز كمان. انا شايف ان طبعا كلامك ده صح مظبوط، ومحمود متولي بالذات، انا هتكلم عن محمود متولي والمنافسه اللي القويه اللي هتبقى موجوده في خط الدفاع، رامي ربيعه بعودته، سعد سمير بعودته، محمود متولي بوجوده، ياسر ابراهيم بوجوده، محمد نجيب يعني اذا كان هيبقى ليه نصيب انه يكمل في النادي الاهلي، اعتقد يعني ان هو مش هيبقى موجود في الموسم اللي جاي. فاعتقد المنافسه هتبقى قويه جدا في الفتره دي مع الاربع لعيبه دول بالذات، المنافسه هتبقى قويه جدا جدا، يعني مش هنقدر نجزم دلوقتي مين الاثنين اللي هيقدروا يلعبوا. في نص الملعب نفس الكلام، حمدي فتحي ديانج، حمدي فتحي في الحقيقه هو يعني يعني خلاص اتاقلم على اجواء النادي الاهلي، دخل اجواء النادي الاهلي ودخلها والموسم يعني سوء الحظ ان الموسم بينتهي، فيعني الاصابات عطلته شويه اول ما جه. طبعا بص الفتره الاولانيه في النادي الاهلي كانت صعبه جدا، حتى في الاستخدامات بتاعت يناير اللعيبه بتيجي بتتصاب، فلا الاهلي مر في الفترة الأولانية دي بظروف صعبة جدا. أرجع لسؤالك الكم، لا الأهلي بيجيب اللي بيفيده، حتى لو كان اللي بيفيده دول 15 بالظبط 16 17 18 صح. هي مش المسألة إن هو بجمع لعيبة مش بيلم يعني، لا مش بلم اللعيبة ليه، ما مش هو ده، ما شفتش دي سياسة يعني، ما شفتش ده بيحصل في النادي الأهلي في الفترات الأخيرة دي كلها، السنين اللي فاتت دي ما شفتش الكم، شفت ان في لعيبه كويسه بتبقى موجوده، الاهلي بيبقى محتاج المراكز دي فبيجيبها، وفي امثله كتير جدا موجوده، فيعني لو قعدنا نتكلم على الامثله هناخد وقت كبير جدا. فلا الاهلي انا شايف لحد دلوقتي ماشي بالصفقات اللي هو محتاجها، النواقص اللي موجوده في الفريق، حتى لو مش النواقص البديل، يعني بيجيب البديل، انا لازم يكون عندي لعيب وبديله، فبالتالي ده مش كم، ده ما بيبقاش عليه، ما بيتقالش عليه الكم، بيتقال عليه ان انا عايز يكون فرقتي كامله متكامله. الفريق اللي بيبقى قوي دايما دكته هي اللي بتبقى قويه، صح. فمش معنى كده ان اللعيب اللي بيبقى على الدكه ده مش لعيب مؤثر، لا بالعكس، انا بشوف ان اللعيب اللي بيبقى على الدكه ده تاثيره اكبر من اللعيب اللي موجود في الملعب، انه بيبقى قاعد مركز وشايف الفريق محتاج ايه في مباراه معينه، انه هينزل يؤدي دوره
لا اللعيب اللي على الدكه ده مهم جدا. احنا في لعيب كمان ناسينه، محمد محمود ده لاعب جامد جدا جدا، للاسف الصليبي عطله، لكن اعتقد هو خلال 3 او 4 اسابيع بالكثير هينضم للتدريبات الجماعيه مع النادي الاهلي، هيكون اضافه طبعا. في بص في كام لعيب الفتره شايف القائمه كامله وحلوه يعني كويسه، القائمه قويه. طبعا قويه. وانت تتكلم برده خلي بالك لسه مؤمن زكريا بالزبط. لسه محمد محمود لسه، لا في منافسه في كل مركز موجود هيبقى قوي جدا. الفتره اللي جايه دي اللعيبه لازم تركز كتير قوي، لان اللي هيحجز مكانه في الملعب هيبقى صعب، مش هتبقى الموضوع بسهولة. لا طبعا ده شيء اكيد ده مميز وفي مصلحه الفريق، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. اتكلمنا على الدوري وفوز النادي الاهلي بهذه البطوله، لكن مقبلين على تحدي مهم جدا كفريق النادي الاهلي، يعني بطوله دوري ابطال افريقيا هتبتدي خلاص يوم 9 او 10 او 11 مع فريق يبدو ان هو ضعيف، او فريق يعني اول مره تسمع عنه، لكن في نفس الوقت المفاجآت بتبقى واردة لا قدر الله. شايف النادي الاهلي لازم يستعد لبطولة دوري ابطال افريقيا اللي بيرغب في تحقيقها وجمهوره بيرغب فيها اكتر كمان، شايف الاستعداد لازم يكون ازاي ومطلوب ايه من النادي الاهلي؟ الاستعدادات لازم تكون بتركيز وبهدوء زي ما فنش الدوري كده بالظبط. ما شفناش يعني، احنا شفنا في امم افريقيا يعني موريتانيا، وشفنا بنين، وشفنا يعني مش عايزين نقول ان المنافسه هتبقى سهله، لا طبعا ما فيش مباراه سهله في دوري ابطال افريقيا. يبدو ان المنافس سهل، لكن على ارض الواقع اعتقد ان الوضع هيبقى مختلف تماما، مش هيبقى بالسهوله دي. صح. وفكره انك توصل للعيبه دلوقتي ان المنافس سهل، يبدو ان المنافس سهل، اعتقد يعني كده الاهلي بيخسر 60-70% من البطولة. فلا يعني لازم يبقى الاستعداد بهدوء كبير جدا زي تفنيشة الدوري كده بالظبط، وهو هادي قدر يحسم بطولة الدوري. بطولة غايبة عن النادي الأهلي بقالها فترة كبيرة جدا بالظبط. يعني عنده بطولة دوري أبطال أفريقيا طبعا يعني النادي الأهلي أنا كانت آخر بطولة كانت 2013 كان، وآخر بطولة أفريقية كانت الكونفدرالية في 2014. لا كدوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال أفريقيا كان آخر مرة 2013 كان 12 و13 ولا بعض 12 و13 كان 13 مع كابتن محمد يوسف. محمد يوسف كان في جنوب أفريقيا، لعبنا أورلاندو جنوب أفريقي، أورلاندو بيراتس، هناك تعادلنا 1-1 وكسبنا هنا 2-0 على ما أتذكر، أحمد عبد الله زار وتريكا. وهناك كان تريكا هو اللي جاب الجول. كانت آخر مباراة لتريكا، كانت آخر كان كأس العالم أو كأس العالم فعلا، كأس العالم للأندية، وبعدين بطل. فلا يعني مدة طويلة جدا، كانت آخر مباراة لبوتريكا وسط جمهور النادي الأهلي يعني. على أرضه على أرضه صح كده. لا بطولة طبعا النادي الأهلي مهمة جدا للعيبة كلها، يعني ما تيجي تتكلم مع حد من اللعيبة مشتاقين جدا إن هم يلعبوا تاني كأس العالم للأندية، لما تيجي تقول له طب طبعا بطولة الدوري مهمة أكيد. بس لما تيجي تقول له يعني نفسك تحقق، أنا نفسي أحقق دوري أبطال أفريقيا عشان ألعب تاني كأس العالم للأندية. فكرة إن في كام لعيب برضه عاصر كاس عام الانديه، لقطه ابو تريكه هي بيبو طبعا مخرجنا المميز جاب على طول وهو بيحيي جمهور النادي الاهلي في اخر، محدش هيقدر ينسى التحيه دي، نجم اسطوري كبير، وما كانش حد عارف التحيه دي لايه. بس الناس كانت بتتكهن شويه يعني هو فاجئ برضو الناس بالوضع ده، واعتذر في عزه في الحقيقه. طبعا لعيب كبير طبعا. فلا ما تيجي تتكلم مع اللعيبه، اللعيبه عندها دوري ان هي تلعب كاس عام الانديه، خاصه كمان اللعيبه اللي لعبت. يعني احمد فتحي، سعد سمير، رامي ربيعه، حسام عاشور طبعا، شريف اكرامي، اللعيبه اللي لعبت البطوله وشافت الاجواء بتاعت كاس العالم للانديه، لا مشتاقين جدا جدا. وبعدين بينقلوا، ما لعبوش البطوله، ما هو كنت لسه هقول لك بقى، هم بينقلوا الكلام ده، بينقلوا الكلام ده للعيبه اللي ما لعبتش يا جماعه، الاجواء مختلفه، فبيحطوهم في الصوره على قد ما يقدر ان هم يطلعوا منهم احسن ما عندهم في المباراه. فاظن ان هي بطوله مهمه جدا 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 للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. ان شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في البطوله دي بالتحديد، واكيد لاعبي النادي الاهلي مدركين مدى اهميتها بالنسبه للجماهير الاهلاويه. عايز اخدك لملف اخر هو خاص باحوال الكره المصريه بعد الكارثه الكبيره في بطوله الامم الافريقيه للاسف على ارضنا، ونخرج من دور 16 كانت حاجه صعبه جدا. اتحاد الكره استقال، مش عارفين هيبقى في لجنه هي اللي هتدير، لجنه قاموسيه ولا لا، وفد من فيفا جاي الاسبوع الجاي عشان يقف على كل الاحوال الخاصه باتحاد الكره المصري. بترى ازاي الفتره القادمه سواء لاتحاد الكره بالتحديد وللكره المصريه بشكل عام؟ الكره المصريه ربنا يستر، ربنا يستر. طبعا ما فيش حد بيموجود عشان يحط، احنا قلنا الموسم اللي فات ده موسم استثنائي، فمش عايزين نكرر الاستثناء للموسم اللي جاي. حد عارف الموسم اللي جاي هيبتدي امتى؟ حد عارف المباريات هتتلعب ازاي؟ حد سكن مباريات؟ حد هيبقى استثنائي برضه، ما هو بالمنظر ده هيبقى استثنائي. احنا المفروض الموسم اللي جاي على الاقل، على الاقل يبتدي في 9 يعني عشان ما يبقاش استثنائي، يبتدي في 9 بالظبط. فاحنا لحد دلوقتي مش عارفين هو بيقال انه هيبتدي في اخر 9،
ما هو ماشي، ما هو اخر تسعة دي تسكين بقى الدوري ازاي. هل هيبقى هتظلم نفسك تاني؟ هي نفس المشكله اللي احنا بنعاني منها، اللي المفروض اساسا ان كان الكلام بيخرج ان الموسم ده يا جماعه احنا هنظلم نفسنا عشان الموسم اللي جاي نبقى براحتنا. انا ما اظنش ان الموسم اللي جاي هنبقى براحتنا، اظن برضو ان احنا هنتزنق. هيتكرر نفس السيناريو، الوضع اللي احنا شايفينه دلوقتي انه هيتكرر. انا شايف انه هيتكرر. ما فيش استراتيجيه موجوده، ما فيش خطه محطوطه. حتى لو ما فيش اتحاد كوره موجود، المفروض ان اللجان دي عندها بلان محطوطه ان هي تشتغل حتى لو الاتحاد فاضي. بالظبط. فايه البلان اللي موجوده؟ مفيش. طب الجدول هيتسكن ازاي؟ مفيش. طيب المواعيد ايه؟ مفيش. طب مستنين ايه يا جماعه؟ مش عارفين. فلا الوضع صعب جدا. انا حتى جزئيه زي بتاعه الفار دي مثلا، بقى لنا سنه بنتكلم في الموضوع ده، وكان في وعود من اتحاد الكره السابق وبعض اعضائه انه هيكون في فار. لحد دلوقتي مفيش اي خطوه اتعملت عشان الفار يبقى موجود ونتفادى الاخطاء التحكيميه الرهيبه اللي شفناها موسم. بص، كملاعب وكبنيه كل ده جاهز. ده ما فيهوش نقاش خلاص. بقى الموضوع ان يا جماعه اصل الملاعب مش مجهزه الموضوع الدوله خدته على عاتقها وشفنا المنظر في امم افريقيا. الفار انا شايفه مكلف، يعني تكلفته عاليه جدا. طبعا مهم، طبعا مهم، بس تكلفته عاليه جدا جدا. مين هي المشكله؟ مين هيتحمل؟ اتحاد الكره اللي هيتحمل ولا الانديه اللي هتتحمل؟ اتحاد الكره كان طلب من الانديه ان هي تشاركه في تحمل تكاليف الفار، بس ده شيء غير منطقي في الحقيقه. يعني ما هو برضو تكلفته غاليه جدا يا امير. ما هو عشان برضو نكون واقعيين، احنا عايزين ننفذ ولا عايزين نقول كلامه مرسل وخلاص؟ لا عايزين ننفذ، يبقى الكل يتكاتف عشان ننفذ القرار. التكلفه عاليه ماشي، يبقى انا شايفه قرار صائب ان الانديه تشارك اتحاد الكوره مؤقتا لحين ان التسويقيا للدوري يبقى بشكل كبير جدا، يبقى في عائد كبير للانديه ويبقى في عائد للاتحاد، فالاتحاد يبتدي يصرف، او رابطه الانديه المحترفه اللي احنا بنتمنى يعني في 20 مليون ان هي تكون موجوده. لازم يكون ده موجود على ممكن تكون موجوده السنه دي رابطه المحترفين السنه دي؟ لا صعبه جدا. في كلام بيتقال يعني ان هم بيحاولوا يكونوا الرابطه دي ويبعتوا للانديه ان هم يجيبوا مندوب من خارج مجلس الاداره يكون ليهم في لجنه الانديه المحترفه الموسم. ايوه، ما هو مش انا بخاطب، مش هتتعمل كده. طبعا يعني انا بقول لك المحاولات اللي بتحصل هنغلط نفس الغلطه. ما هي كانت موجوده رابطه الانديه، كانت برئاسه المهندس محمود الشامي، وفي النهايه عمل ايه؟ مش المهندس محمود الشامي، الرابطه عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. فلا ما اظنش رابطه الانديه دي تكون موجوده. اعتقد ان الموضوع هيبقى صعب جدا. اتحاد الكوره الفتره اللي جايه هيبقى عليه لود صعب في تنظيم البطوله، في عوده الجمهور. خلاص الموضوع بقى اظن انه بقى سهل يعني. فعلا الموضوع طبعا ما بقاش شق ولا بقى صعب جدا على ان الجمهور يكون موجود في بطوله الدوري. لا، اتحاد الكره عنده مشاكل كتير، اللي هو مش موجود يعني. اتحاد الكره مش موجود، اللي هو مش موجود عنده مشاكل كتير. فالله يكون في عون الناس اللي هتيجي تحل المشاكل دي. انا برضو مش عايز ان الناس اللي هتيجي تحل المشاكل كلها مره واحده، لان برضو هيغلطوا. لكن يتحط بلان باولويات، احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين ندخل الجمهور، فالجمهور يبقى رقم واحد. عايزين نعمل ايه تاني؟ عايزين نعمل الفار، فنبتدي نحل الفار. عايزين رابطه الانديه المحترفه، رقم ان المفروض رابطه الانديه المحترفه تبقى رقم واحد. فلازم يتحط الاولويات. هل الاولويات دي هتبقى موجوده عند الناس اللي جايه؟ لما نشوف بقى الناس اللي هتيجي الاول، ونعرف مين الناس اللي هتدير الكره المصريه الفتره اللي جايه على الاقل ل 2020 بعد بطوله طوكيو، نشوف فيدينا ويدينا. الافضل يبقى في لجنه تدير الاتحاد، ولا نستنى لحد ما الانتخابات تيجي وتتعمل؟ هي اللائحه بتسمح بان في انتخابات لمده سنه، او ان اللجنه تدير. او تستنى ل 2020 ويبقى في انتخابات. ما هو السنه دي لحد 2020. السنه دي لحد 2020، لحد البطوله، لحد الدوره الاولمبيه تخلص، وبعدين تبتدي تعمل انتخابات. هيكون في انتخابات لكل الاتحادات كمان. لكل الاتحادات. فاظن يعني مش هتفرق كتير. لا مش هتفرق. نتمنى ان الامور تبقى ماشيه في طريق الصالح للكره المصريه، وده شيء مهم جدا. بالتالي عايز اكلمك شويه عن منتخب مصر والمدير الفني، وبعد طبعا اجري ربنا يسامحه يعني اللي عمله مع منتخب مصر. الاتجاه دلوقتي البعض يقول لك لازم يكون مدير فني وطني، والبعض يقول لك مدير فني اجنبي يكون اسم جيد وعنده خبرات افريقيه. انت مع انهي اتجاه؟ انا مع المدير الفني الاجنبي. الاجنبي. المدير الفني المصري هيتحط تحت الضغوط صعبة جدا 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 الفترة اللي هيبقى موجود فيها. ما انا اظن الاصلح ان المدير الفني اجنبي يكون عنده شخصية قوية، يكون، واظن ان هم يعني الموضوع سهل، الموضوع مش صعب يعني. رينارو راح
درب المنتخب السعودي. فالموضوع بالزبط. كان سهل مش صعب. في ترشيحات كتير جدا، في اسماء كتيره جدا يقدر منتخب مصر اسم كبير، فاي مدرب يقدر يكون موجود. والكواليتي بتاع اللعيبه انا مختلف شويه مع الناس، عندنا كواليتي كويس. طبعا عندنا كواليتي كويس جدا، عارفين نستغله. هي بس انت محتاج بقى انت عندك القماشه بس مش عارف تقصها بقى على المقاس بالظبط. فانت لا، احنا عندنا لعيبه كويسه جدا، اسماء محترمه بتلعب في اكبر الانديه اللي موجوده سواء في اوروبا او هنا في مصر. فلا انا شايف ان احنا عندنا لعيبه ما استخدمناهاش خلال السنتين اللي حضر، مش عارفين نختار بس المدير الفني الاصلح. يعني كان انا شايف ان لو كان كوبر كمل كان الموضوع ممكن يبقى افضل من كده شويه. يعني انا شايف ان كوبر عارف قدر انه يقدر يحط ايده على نقط القوه والضعف في اللعيب المصري، فبيلعب على الشكل ده وبالتالي كان ناجح. يعني كل الجمهور المصري شاف اتجاهين، اتجاه لمدير فني بيحقق اهداف، واتجاه لمدير فني حاول ان هو يحقق الاداء لكن ما حققش الاهداف. فبالتالي اعتقد ان البعض دلوقتي ابتدى يرجع لفكره ان كوبر الراجل كان بيوصلنا نهائي افريقيا ووصلنا كاس عالم وكان عارف امكانياتنا ايه. بس كوبر فعلا كان عارف الامكانيات ايه، دي حقيقه. يعني عشان نبقى متفقين، بوب برادلي كان عارف الامكانيات فعلا. ايه بس بوب برادلي كان الى حد ما كان معاه شويه من الجيل القديم فقدر انه يساعده. صح. لكن كوبر ما كانش معاه حد من الجيل القديم، فكون جيل تاني يقدر يطلع بيه لقدام. وصل مصر بكاس العالم بعد غياب 29 سنه او 30 سنه، بنتكلم في نهائي افريقيا بعد انت ما كنتش موجود اساسا في الثلاث مرات متتاليين. فلا يعني كوبر اظن ان هو يعني هي مش فكره ان ده الاوحش فاحنا بنختار بنقارن ما بين كوبر واجيري. لا، كوبر كان عارف امكانيات اللعيبه المصريه، كان عارف يستغلها يشتغل عليها واشتغل عليها ونجح. يعني كل السبل بتقول ان هو نجح، وصلك كاس عالم وهو ده اللي كان مكتوب في عقده. وصلك نهائي افريقيا، هو خلاص كان ان انت تصعد امم افريقيا، يعني مش ان هو يوصل لدرجه يصعد امم افريقيا الاول وبعدين نبقى نتكلم. فصعد امم افريقيا وبعدين وصل نهائي افريقيا، كان بقالك ثلاث دورات ما تصعدش. الموضوع كان صعب يعني. طيب طبعا متابع موضوع الترجي والوداد وهذه الجزئيه الشائكه. والنهارده الترجي على صفحته الرسميه قال ان هو بطل افريقيا خلاص بشكل رسمي، بعد طبعا التاس لما قالوا ان هو خلاص بطل افريقيا. لكن طلع توضيح بعد كده ان لسه الامور ما اتحسمتش ولسه المحكمه الرياضيه الدوليه ما اتحسمتش، فبالتالي ده شيء مهم عايزين نتكلم فيه. شايف الجزئيه دي ازاي بالتحديد؟ وضع صعب يعني. الاتحاد الافريقي بيمر في الفتره الاخيره بمشاكل كتير جدا، ابرزها مشكله الترجي والوداد. يعني مأزق كبير جدا، انا ما اعرفش هيخرجوا منه ازاي. يعني طيب خلينا نقرب للصوره والمشهد بشكل اكبر ونروح للاستاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي، ونرحب بيه في البدايه. استاذ محمد مساء الخير على حضرتك. مساء النور، اهلا بيك يا هشام. اهلا وسهلا بحضرتك. الكلام كتير النهارده طلع بخصوص مباراه الترجي والوداد، وان خلاص الموضوع تم حسمه لصالح الترجي، وبعد كده الانباء تم تعديلها وان لسه الموضوع ما تمش الحسم والبت فيه بشكل نهائي. اخر المعلومات واخر الجديد عند حضرتك ايه؟ اكيد فارق التي صدرت القرار اليوم يعني كانت طريقه مفاجئه ربما. التعاطي مع الموضوع من قبل الاخوان في تونس كان تعاطي يعني بالعاطفه اكثر منه بجديه وواقعيه. يعني تم الاعلان عن انتصار فريق الترجي وتتويج فريق الترجي التونسي باللقب بقرار من الطرف، لكن الصحيح هو ان الطرف يعني اعادت الملف من جديد الى اللجان المختصه داخل الكونفدراليه الداخليه لكره القدم، ورفضت نهائيا البت في الموضوع شكلا وليس مضمونا، بحيث ان المكتب التنفيذي للكونفدراليه الافريقيه لا يحق له اصدار قرارات في هذا او من هذا. الاخبار هنا يعني في المغرب هناك تفاؤل، يعني رغم ان كانت الصدمه في الساعات الاولى يعني او الدقائق الاولى بعد اصدار صفحات التونسيه السادة عن الموقع الرسمي لتونس، لكن بعد ذلك وبعد الاطلاع على تفاصيل القرار يعني الامور يعني لا زالت لم تحسن. اي فريق لا من الوداد ولا كذلك من الترجي التونسي، لكن موقف الوداد فهو قوي كما وضحه في
الاجتماعات التي تم تقديمها لمحكمه التحكيم الدوليه. كل تلك الدفعات سوف تتحول الان الى اللجان المختصه داخل الكاف للنظر فيها. ونحن نعلم ان هناك يعني القضيه مفتوحه عند لجنه الانتظار والتاديب بالاسف ايمن عرف، واكيد ان هناك عقوبات كبيره جدا سوف تسلط بالتحديد على مسؤولي فريق الترجي التونسي. من وجهة نظر الصحافة المغربية بالتحديد، اللوم بيقع على مين في النهاية بعد هذه الأزمة الطويلة اللي خدت مدة كبيرة جدا بالتحديد؟ يعني شايفين من وجهة نظر الصحافة المغربية اللوم في النهاية يرجع على الاتحاد الأفريقي ولا على الحكم ولا على تصرف مثلا الترجي؟ شايفين ايه من وجهة نظركم يعني؟ هو اكيد في مثل هذه الحالات لا يمكن الان ان نطلق الاحكام مطلقه، يعني يجب انتظار التريث هنا، يعني تفاعل الصحافه مع الموضوع يعني بتريث وبتأني، يجب ان نرى نتابع الموضوع، نرى القرارات الصادره، هل هي انصفت من لا يلحق؟ هل واكبت هذه القرارات الفساد المستشري في كره القدم الافريقيه منذ سنوات طويله؟ على اي الذي يتحمل الان المسؤول؟ هذا الوضع كله هي بدرجه اولى بعض التصرفات المسؤولين على فريق الترجي التونسي، وانا كنت صحفي وحاضر في مباراه النهائي برابط، يعني كانت المصور التنظيميه يعني جد سيئه لا بالنسبه للجمهور المغربي الذي تلقى في اعداد كبيره من تونس. طيب توقعاتك للقرار في النهايه ايه؟ الخط قطع؟ نشكر استاذ محمد امين الناقد الرياضي المغربي، وكان بيتكلم طبعا على الازمه اللي عارفينها كلنا عمرو بتاعه الوداد والترجي. توقعاتك ان ممكن يكون الحل ايه في النهايه؟ انا شايف ان الوداد معاه حق، ممكن يكون في مباراه فاصله في النهايه، ولا شايف الوداد هو الاحق باللقب؟ لا يعني بعد الخطا يعني خطا ما ينفعش يعني يتعمل في 2019، ما ينفعش يتعمل يعني. لا الوداد احق طبعا. طبعا الوداد احق. الفار ما كانش شغال، دي حاجه كبيره قوي. ازاي الفار ما كانش شغال؟ وازاي ما تشيكش عليه يعني؟ ازاي حاجات كتير يعني، ازاي حاجات كتير ما اتعملتش في المباراه دي؟ لا الوداد احق طبعا. احق من الترجي. ليه افريقيا بس اللي فيها كل هذه الامور اللي بنشوفها، الحاجات الغريبه اللي بنشوفها؟ فار مش شغال، الحكم مش عارف ايه، كل يعني كل الكلام ده ليه بنشوفه في افريقيا بس ما بنشوفوش في اي قاره ثانيه يعني؟ الامكانيات، بص احنا برضو خلي بالك عقبال ما يعني ما بنستكشف الامكانيات دي بناخد وقت طويل شويه، ما نعرفش نواكب على طول التطور. لا لا ما شفتش ده في افريقيا، في قاره افريقيا، ان حد يقدر يواكب الاخطاء جسيمه يعني، ما اخطاء كبيره ما ينفعش تتعمل. نهائي افريقيا بيتلعب من غير فار، من غير ما الحكم يشارك ان في فار ولا لا. لا الموضوع كان صعب جدا بصراحه. فنتمنى كان عندنا امل ان الفتره اللي جايه، الفتره اللي فاتت في الاتحاد الافريقي، ان الموضوع يبقى افضل من كده بشويه، لكن واضح ان احنا لسه مكملين، لسه عندنا وقت. عايز ارجع سريعا قبل ما اختم معاك لملف المدرب المصري او المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتحديد فيما يتعلق بمنتخب المغرب. هيرفي رينار مشي، الاقرب حتى الان طبقا للاخبار اللي وارده هناك من المغرب وحيد هليلو زيتش المدير الفني السابق للجزائر. ليه بما انك بتقول ان احنا محتاجين مدير فني اجنبي مش وطني، ليه ما بنفكرش من دلوقتي في مدير فني قوي زي ده؟ حقق انجاز كبير جدا في 2014 كاس العالم مع الجزائر يعني. هو مين طيب اللي هيفكر؟ ما احنا عايزين حد يفكر. طب امتى هنجيب حد يفكر؟ احنا لازم نتزنق لحد ما تعبى جماعه، مؤقتا برضه هنمشي مؤقتا بالمسكنات لحد ما نشوف الوضع يبقى عامل ازاي. الناس ممكن تكون بتفكر ان هيبقى في كابتن حسن شحاته جديد، زي يعني كابتن حسن شحاته جه فتره مؤقته فالامور مشيت، فواضح ان احنا ماشيين كده. فده يعني عرف في الرياضه المصريه وعرف في الكره المصريه يعني. متفائل بالكره المصريه ان شاء الله في الفتره الجايه؟ ماشي ان شاء الله. انا بشكرك يا عمرو، شكرا جزيلا. انا كنت سعيد جدا ان انت كنت معايا النهارده في الحقيقه، بشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك امير، انا اللي ببقى سعيد وانا موجود معاك. شكرا. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. طبعا كان معانا الاستاذ عمرو الجريزاوي الناقد الرياضي بجريده الفجر، واتكلمنا في امور كتيره جدا جدا بتخص الكره المحليه والمصريه، والتحديد فيما يتعلق كمان بالنادي الاهلي. دي كمان كانت حلقتنا من كلام في الميديا النهارده، واستنونا حلقه بكره هتكون مهمه جدا جدا ان شاء الله باذن الله من نفس البرنامج. الى اللقاء.